أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم الأستاذ بسام من تشاينا ووك ريستورانت. أهلا أستاذ بسام. أهلا وسهلا بيك. شرف. بداية نرحب فيك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع تشاينا ووك ريستورانت. إن شاء الله بإذن الله. توكلنا على أخوك بسام، يعني من مطعم تشاينا ووك، مدير مطعم تشاينا ووك، يعني من تونس. العمر 28 سنة إن شاء الله. كنت يعني في دراستي درست محاسبات وإدارة، يعني مانجمنت، تمام. والحين يعني صرت يعني مدير في خلال يعني سنتين أو ثلاث سنوات في تشاينا ووك ريستورنت. أستاذ بسام، ممكن تخبرنا المزيد عن الأطباق والوجبات اللي بتقدموها داخل المطعم، وكيف تميز مطعمكم بتقديم هذه الأطباق؟ يعني عندنا الأكلات الرئيسية المين كوس، وعندنا كمان ستارترز يعني المقبلات، يعني وفي كتير اكلات يعني مثل الرايس، مثل النودلز، عندنا التشيكن، عندنا السيجنتر ديش الطبق الرئيسي سيزلر، عندنا كمان البيف، عندنا يعني كل شيء الفيجيتابل، عندنا كل شيء، يعني كتير اطباق متميزه على جميع يعني المطاعم الاخرى ان شاء الله. استاذ بسام، بعد النجاح الرائع اللي حققته، ما هي خططكم، ما هي رؤيتكم المستقبليه للمطعم؟ ان شاء الله الخطط التسويقيه حنفتح يعني فروع كتير، لانه هذا الفرع الوحيد تشاينا ووك في القصيص. يعني بنفكر حنفتح يعني فروع تانية ان شاء الله على كامل اماره دبي باذن الله، وان شاء الله الخطط التسويقيه يعني من حسن الى احسن. الحين نشتغل على 5 بلاتفورمز ديليفري، يعني عندنا طلبات، عندنا ايت ايزلي، عندنا نون، عندنا كمان ديليفرو، عندنا كريم ابلكيشن، يعني ما شاء الله 5 يعني شركات توصيل نشتغل معهم الحين، وان شاء الله حنفكر في غضون سنوات، سنه ولا اكثر، يعني حنفتح فروع ثاني ان شاء الله. نتمنى لكم دائما التوفيق وتوصلوا لجميع امارات الدوله. شكرا. استاذ بسام، بالنهايه بدنا نعرف ليش اخترت دوله الامارات لتكون بدايتك لحتى تاسس فيها عملك الخاص؟ تمام. دوله الامارات هي دوله يعني بيكون فيها فرص اكثر من دول اخرى عربيه، يعني دوله الامارات فرص استثماريه، يعني مشاريع كبرى وصغرى، يعني ممكن يعني تتميز على باقي الدول، يعني لو فيك يعني ممكن تكون نفسك فيها وتفتح لك كتير فرص وكتير يعني مستقبل زاهر يعني باذن الله. بالنهايه استاذ باسل، تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعونا كيف بنقدر نوصل نتواصل مع تشاينا ووك ريستورانت. نوصل نتواصل، عندنا 3 ارقام ما شاء الله على تشاينا ووك، وعندنا لوكيشن في القصيص شارع دمشق ورا بيهايند دبي جراند اوتيل، يعني ورا جراند اوتيل دبي، فاهم؟ يعني اللوكيشن ان شاء الله موجود في كل التطبيقات، على جوجل كمان تدخل تلاقي اللوكيشن وتلاقي ارقامنا ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ باسل، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، ونشكر جميع طاقم العمل في المطعم. شكرا، ربنا يخليك. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.